سيدات والسادة، اتخذت وزارة الداخلية مبادئ ومعايير حقوق الإنسان إطاراً لسياساتها ومهامها الأمنية، ومن بينها تحويل السكون العمومية إلى مراكز نموذجية للإصلاح والتأهيل تطبق فيها فلسفة عقابية وإصلاحية حديثة على المحكوم عليهم، والتي أثبتت عقب مرور عام على تطبيقها نجاحاً نوعياً في مجال تقويم النزلاء سلوكياً ومهنياً للعودة كعناصر صالحة في المجتمع عقب الإفراج عنهم، كانت محل إشادة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وتقوم الوزارة بجهود حثيثة لاستكمال جوانب المنظومة وصولاً لإغلاق باقي السجون العمومية التقليدية والتي سيكون لها بعيد الأثر في حماية المجتمع من أخطار تنامي الجريمة. وعلى صعيد آخر، تحرص أجهزة الوزارة باعتبارها جزءاً من نسيج هذا المجتمع على التوسع في أداء دورها المجتمعي التكافلي لرفع العبء عن كاهل أهلنا من محدود الدخل، وتطوير خدماتها الأمنية للمواطنين، واستحداث نظم خدمية لذوي الهمم وكبار السن، إضافة إلى تبني برنامجاً طموحاً لتهيئ أبنائنا من سكان المناطق الحضرية ليكونوا جيلاً جديداً يسهم في بناء بلادهم، وهو ما انعكس على تعميق التلاحم الإنساني بين الشعب والشرطة. الجمع الكريم تعكس مؤشرات والدلائل نجاح المواجهة الأمنية الفاعلة لتحديات المرحلة الراهنة وتثبيت دعائم الأمن الوقائي، والتي ترتكز في سبيل تحقيق ذلك على تخطيط علمي مدروس يعتمد على دقة تحديد الأهداف وترتيب الأولويات وانتهاج أحدث الأساليب العلمية في إدارة العمل الأمني من خلال مواصلة إطلاق طاقات وكفاءات العنصر البشري وتزويده بالخبرات والقدرات الفنية المتطورة بما يحقق الجاهزية لأداء المهام الأمنية والتعامل مع مختلف المواقف والاستجابة السريعة لمتطلبات العمل وتحدياته. كما تحرص المنظومة الأمنية على استكمال كافة المقومات المادية والإمكانيات اللوجستية وإعادة انتشار مواقع المنشآت الشرطية لمواكبة الطفرة الحضرية التي تشهدها البلاد، وتأمين المجتمعات العمرانية الجديدة وما تزخر به من مقومات، والاستمرار في تحديث قاعدة متكاملة للبيانات والمعلومات، والاعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا في مجال العمل الأمني.